المصري اليوم تنشر غدا في صفحتها الاقتصادية انفوجراف عن أكبر شركات البتروكيماويات في العالم بحجم المبيعات السنوية، وأظهر الانفوجراف تصدر الشركات الصينية بنحو 400 مليار دولار ونصف مليار لتكون المهيمن على السوق العالمي، يليها الشركات الألمانية ب 98 مليار دولار. مهندس علي، كيف تحقق مصر نهضة في هذا المجال؟ طيب، هو البتروكيماويات هي أساس النهضة لدول كثيرة جوه الصناعة، يعني أنهي قطاع مهم البتروكيماويات جزء أساسي منها. إزاي مصر ممكن تعملها؟ محتاجة إنها يبقى في خطة موجودة موضوعة واضحة وصريحة في، يعني فإحنا عندنا خطة ولكن يعني مش مفعلة بصورة واضحة، عايزين نعمل إيه وقد إيه. نمرة اتنين، محتاج حوافز قوية. اللي حصل النهاردة في العالم إن الصين دخلت بكمية إنتاج رهيب، فأصبح إنك لو عملت مشاريع في مصر غالبا هتبقى مش محتاج لها سوق، ولذلك الدولة محتاجة تدرس أدي حوافز قد إيه في مقابل إن أنا أقدر ان انا يعني ادي حافز ايه في مقابل ان انا اعمل هذه المشاريع بس. وتالت حاجه سرعه الاجراءات زي اي حاجه تانيه.